بتحب المسرح؟ أكيد بقى، يعني هو طبعاً ليه رهبة ويخوف. عايز أقولك إن أول مرة طلعت على المسرح دي كانت حفلة برايفت، كنت لسه هعمل أول ألبوم ومفروض هطلع قدام ناس تلات أرباعهم أنا عارفهم. يعني عايز أقولك إن أنا طالع الدخت وصحابي يعني طلع على المسرح مزقوق، بس أول ما أحمد بيطلع على المسرح بجد بيحصل له حاجة غريبة جداً. إيه بقى؟ بيبتدي يكومينيكيت مع الناس بطريقة تانية خالص. وكنت فاكر زمان إن كل ما العدد يكبر كل ما القلق يكتر، بالعكس كل ما العدد يكبر كل ما بتحسي إنه أنت ارتحتي أكتر وبتكومينيكيتي، يعني بيحصل بينك وبين الناس كده فايب غريبة كده ما بتحصلش غير على المسرح، يعني ما بتحصلش في الاستوديو، ما بتحصلش في أي حتة غير على المسرح. بتاخدي الرياكشن بتاعهم كده في ساعتها. فاكر أول لحظة ليك على المسرح غيرت فيك إيه؟ كسرت فيا الخجل الرهيب ده، يعني خلتني بعرف أواجه. يعني أنا زمان مثلا في الطبيعي كنت اتكسف مثلا اتكلم اعمل اوردر من التليفون، اتكسف اخش محل واقول حد مثلا دي بكام، كنت رهيب. يعني اقول مثلا امي تكلمني، صحابي كان عندي واحد صاحبي هو ده المخصوص حتى في الفصل، كان سبب عندنا مثلا في المدرسه نقوم نقرا ريدنج، المدرسين كانوا عارفين ان انا لا يمكن هم اقف اقرا دي، فعندي واحد صاحبي بيقوم يوم الدورين وكل المدرسين عارفين. لا كان عندي الموضوع خجل مرضي مش عادي، اتعالجت منه من وقوف على المسرح، اتغير حاجات كتير قوي في شخصيتي، بقيت بحب المواجهه، ببقى الرياكشن السلبي ما بيزعلنيش، بالعكس بيديني يعني تحدي انه انا ازاي اقلب الرياكشن السلبي ده اللي لسه حد مديهولي ارجعه له ايجابي، ولو هو متضايق مني في حاجه انا عملتها ازاي اخليه يتبسط مني.